هاي جايز، نيو فيديو. فيديو اليوم عبارة عن اللي هو طلبية تشيك بوينت. زبدة كنت أقول إني مرة أحب لما يجيبون لي يعني أي باكج في الحياة، لما يجيني بكرتون أحس إني طالب أشياء كثير، فالحمد لله هذه المرة جابوا لي بكرتون، مرة أنبسط. زبدة أول مرة أطلب يعني طلبية من عندهم ويكون يعني 90% منها إذا مو 100% ملابس. العادة تغرين الأشياء الثانية يعني شنط أكسسوارات، عرفتوا؟ حتى لما جيت أختار بخمس دقايق خلصت، يعني اللي كذا قعدت أقول هذا حلو هذا حلو، يلا خلصت، عرفتوا؟ كذا اخترت، فالله يستر. بلس إن كود الخصم هذا هو، إذا عجبتكم قطعة وحابين تطلبون أو أن تشيكون على الموقع في أشياء مرة حلوة وأسعارها مرة ممتازة. كل القطع اللي راح أوريكم إياها راح أنزلها تحت بالدسكريبشن بوكس مع الرابط حقها عشان يكون لكم أسهل تبحثون عليها أو أنها يعني تلاقونها على طول، ما يحتاج رقم وما أدري إيش، عرفتوا؟ يلا خلينا نبدأ شيك بوينت هول، let's go guys. طيب راح نبدأ أول قطعة. طبعا طلبية أغلبها شتوي بما أن الشتاء جاي زي كذا، بس في قطع يعني صيفية. طيب هذه القطعة الأولى اللي هو جاكيت، هذا هو، شوف كيف يجي مرة يهبل، بس إنه شوي قصير من تحت، شوف كيف هذا هو شكله، هذا شوي كحلي وهنا شوي كذا أصفر فاتح، وهذا بيج، مرة حبيت شكله، بس إنه مو مرة ثقيل، يعني أحس يمديكم تلبسونه يعني إذا يوم مو مرة برد أحس يصلح تحت تيشيرت أو شيء، فحلو. طلبت هذا التيشيرت، اكتشفت إن عندهم تيشيرتات حق تور تايلور سويفت، سو قلت خليني أطلب لأن أنا مرة عجبني شكله. أوكي أنا ماني أمرتها بيج فان، بس إني أحب أغانيها مرة، فعجبني شكل التيشيرت وطلبته، والتيشيرت يعني معروف بس استغربت إنه يبيعونه حتى هم، فهذا هو. أحسه مرة حلو، واو عرفتوا؟ عرفتوا؟ واو جايز مرة حلو، أمانة شوفوا هذا من قدام وهذا من ورا، اللي هو أسامي الأغاني حقت الألبوم حقها، أتوقع أصلاً إن الألبوم اسمه Midnight I think. هذه ثالث قطعة، هذه صدق شتوية لأن إلا صوف مرة عجبتني وقلت خليني أطلبها، أحس مرة حلوة حق الجامعة، حلوة صح؟ احس مع اي شيء بتطلع حلو، صدق انها عاديه ما فيها شيء بس كذا ما ادري كذا تعطيكم فايبز الشتاء الحلو، فهمتوا قصدي صح؟ هذه قطعه تشبهها مره بس انها بدون كم، اللي تجي زي فيست يعني عرفتوا؟ تلبسون تحتها قميص او شيء. احس حتى تيشيرت تنفع، يعني هذه ما احسها مره شتويه لانها تنفع مع تيشيرت كم قصير يعني او قميصكم قصير، بس برضو تنفع حق الشتاء تلبسون معاها شيء طويل تحت. واو قماشها مره حلو، شوفوا اسحب كلامي مره يدفي. عندنا هذه القطعه، هذه صراحه نسيت وش هي بس الواضح انها قميص. اوكي تذكرتها، هذه بلوزه كذا تجي هي قميص منها وفيها يعني، وما ادري حسيتها حلوه يعني. هذا انا مره احب اللون ترى باللبس كذا اللي ازرق بس هو لا هو فاتح لا هو غامق، مره يعجبني ذا اللون احبه يعني بالحياه مو بس باللبس، فاحسها حلوه. ممكن ما اعرف اوريكم، احس كذا اوريكم شكلها كامل هو زي كذا شوفوا، بس لو انها كانت هنا يتسكر احس احلى، انا ما احب كذا الاب تكون مفتوح ما ادري ليه، احب اسكر رقبتي. هذه القطعه المدري كم، هذه بلوزه عاديه جدا طلبتها كذا كتيشيرت صراحه، لان انا اذا مالي خلق اتجه الى هذه الاشياء، تيشيرت قميص زي كذا عادي كم قصير. شوفوها جايز اللون الرمادي باللبس، ادري اني قبل شوي قلت لكم اللون الازرق بس اللون الرمادي باللبس يعني ما ادري احس ان انا يعني احس اني انا اللون الرمادي عرفتوا؟ انا رمادي كذا احس ما ادري. طيب والازرق ده انا توك قال ازرق اثنينهم جايز. ان هذه القطعه عجبتني حتى هنا فيها شيء غير انه يعني كذا ابتين، احنا نسميه ابه ما ادري شو تسمونه، بس الزبده انه ثنتين ف نايس ديتيل، طلبتها عشان انها مخططه، مره احب الاشياء اللي مخططه كذا. طيب هذه القطعه ما ادري كم بعد،
صراحة ما أدري وش هي، لأن كل اللي أشوفه إنه شيء أسود. والله أنا توقعت إن كل الطلبية تكون شيء إنه أسود ورمادي مدري إيش، بس والله طلعت طالبة ألوان يعني الحمد لله. أوكي، هذا مرة أبيه من زمان، بس كله أخاف من المقاس لأن ذي الأشياء دائما تجيني أوسع من حياتي، ما أدري ليه، مع إن أنا مقاسي مو إنه صغير بس ستيل تجي أوسع مني، ما أدري ليه. هذا زي مو زي شو يسمونه، بليزر جاكيت رسمي، أو نو ذا جاكيت رسمي. مرة من زمان أبي واحد أسود بيكون يعني قصير وشوي ضيق، مو زي كذا جاكيت وسيع كبير، أحس مو حلو يطلع علي، يطلع شكلي غبي. فهذا هو طلبته. نيكست شريت هذا التيشيرت برضو أسود، لا مو أسود يعني كذا جاي اللي كنا مغسلينه بكلوركس. أنا أحب اللي كنا مغسلينهم بكلوركس، مع إن الناس دائما تنمر عليهم بس أنا أحبهم. الزبدة هذا هو، مرة تيشيرت عادي بس طلبته. قاعد أبرر يعني، مكتوب Dreamer, Crystal, Palace, Elegant and Hopeful. زبدة حلو. Next. طيب هذا بنطلون لكن طلبته كبيجامة، هم حاطينه بالموقع انه يعني كلبس، بس انا ما احس انه يعني شوفوا ما احس انه يلبس برا صراحة. انا طلبته كبيجامة يعني كذا مع اي تيشيرت في الحياة يصلح، عرفتوا؟ فخلينا اوريكم اياه. انا احب بناطيل الكاروهات بالكبجايم، مرة يعجبوني. وسيع من تحت، اوكي هذا هو بنطلون عادي كبيجامة، كأنه وزار، إذا تعرفون الوزار تقول لي أيام قبل يلبسونهم الرجال يعني كأنه، بس عادي أنا كبجامة مرة حلو أصف في البيت يعني. طيب هذا قميص، قميص ذا اللون، وأحس هذا اللون المناسب أحس أي أحد يبغى يلبس قميص، ما أدري هو الأبيض شوفوا بس يجي قصير، بس الحين مرتب صاير عادي. فهذا هو مرة حلو. أذبد أن هذه قطعة برضو تشبه الثلاث قطع اللي طلبتها بس غير شوي، ما ادري، لا والله ما تشبههم. شوفوها تجي كفست يعني تلبسون تحتها قميص او شيء، مره مناسبه. انا مره جو ذي الاشياء، اتوقع واضح ان كل انبوكسنج اسويه لازم تلقون قطعه زي كذا، لان مره احبهم. ما ادري البس تحتها، فخلينا نشوف. ايش طالبه انا؟ دقيقه. اوكي، واو تجنن جايز. انه معلومة عن شيك بوينت، انه افضل شيء عندهم او انه يعني من رأيي او اللي اشوفه الناس تطلبه البجايم. جايز بجايمهم او شيء اشكالهم مرة حلوة، واو صدق جايز بجايمهم مرة تجنن، كول كيوت مدري مرة حلوين بجايمهم، عرفتوا؟ فلقيت هذه البجامة فيها ستار، فقلت اكيد يعني باخذها، اذا ما تدرون اني مهووسة بالنجوم. فهذا هو البنطلون مرة تجنن، وهذه البلوزة حقه مرة تجنن. I can't guys، مرة جنن شوفوا. زبدة ما دام احنا نتكلم عن بجايم، طلبت بجامة ثانية، طلبت واحدة كذا يعني هذه سودا مدري، طلبت واحدة الوان، مو الوان يعني الوانها فاتحة. اوه هذه قماشها غير، هذه قماشها هذا اللي يجي ما اعرف اسمه، هذا اللي يجي كذا حلو حق النوم، عرفتوا؟ يعني هذه اخف من ذيك الصراحة، هذيك احسها شتوية شوي، هذه لا تنفع بالصيف. شوفوها هذه ما ادري حسيتها حلوه كذا. هذا البنطلون وهذا ال شو اسمه ذا القميص حقها، شوفوا كيف. يا ليت كانت كم قصير عشان تغيير، احس تصلح عليها كم قصير صح. طلع في قطعه اخيره اللي هو هودي، طلبته برضو لونه رمادي. اوكي هذا هو، هذا من ورا طبعا، صراحة ما أدري وش مكتوب، زبد إن هذا هو من ورا، هذا هو من قدام، هودي رمادي عادي ما في ولا شيء. مرة أحب الهوديات اللي فيها شيء بالكم، عرفتوا اللي تكون سادة وفيها شيء بالكم أحس كول. And that's it، هذا كل طلبيتي من شيك بوينت. إن شاء الله عجبكم الفيديو أو عجبكم الأشياء، اكتبوا لي تحت إيش أكثر شيء أو إيش أكثر قطع عجبتكم. بلس زي ما قلت لكم هذا كود الخصم حقي حق اللي حاب يطلب من شيك بوينت، يعني هذه الطلبية أحلى طلبية طلبتها منهم الصراحة، يعني ما عجبتني كل شيء يعني عجبني، ما في لي شيء لا كل شيء عجبني صدق. فا that's it، أشوفكم بالفيديو الجاي. I love you guys so much، bye. Do, I do, be, do, 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 do,